رفض واستياء واحتقان مجتمعي تشهده مناطق جنوبي الموصل تجاه ملف عودة عوائل داعش إلى أماكن سكنهم. الضرر الكبير الذي لحق بعوائل الشهداء سبب فجوة كبيرة بينهم وبين المتضررين من التنظيم الإرهابي. في البداية كان هناك رفض مجتمعي لعودة هذه العوائل العائدة، لكن بفضل الجهود المجتمعية، جهود المنظمات، عمل الحكومة، قادة المجتمع، الشيوخ، رجال الدين، الناشطين، حقيقة خف يعني جزء كبير من هذا التوتر بين العوائل. لكن أكيد نحتاج بعد عمل أكثر ودعم أكثر لتحقيق استقرار داخل المنطقة. وتعمل اليوم منظمات محلية تدعمها أخرى دولية على تقريب المسافات وردم الهوة التي خلقتها أفعال داعش الإرهابي عن طريق برامج توعية ومد جسور التعايش السلمي، انطلاقا من مبدأ لا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره. هي المشكلة مشكلة صعبة ومشكلة ليست بالسهلة، لأن تدرون يعني ما قام به الدواعش من قتل وتهجير لبعض المناطق في جنوب الموصل ودفعت بعض القرى ضحايا كبيرة يعني ودماء غالية، ولكن بعد التحرير بدأت الأمور تخف شوية شوية، وخاصة من ناحية عوائل الدواعش، لأن قسم من العوائل خاصة الأطفال والنساء ليس لهم ذنب. إعادة هذه العائلات يتطلب بلا شك تكاملا بين الجهود العراقية والدولية لنزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة، وهي ضرورة ملحة لأمن العراق والموصل، خصوصا أن الأمر معقد ويحتاج لتدقيق كبير، حيث أن ثمة قسما من هذه العائلات أيديها ملطخة بالدماء وهي متورطة في الإرهاب وتحمل فكرا تكفيريا خطيرا بحسب مراقبين. ندعو للمنظمات الدولية والمنظمات المحلية إلى تكثيف العمل داخل منطقة القيارة، داخل منطقة الشورى، داخل منطقة حمام العليل. يعني نوجه رسالة لكل المنظمات، هذه المناطق بحاجة للكثير من البرامج حتى نقلل من حدة التوترات والصراعات. قدرنا أن نغير نظرة المجتمع علينا، وإن شاء الله إحنا نتكيف بالمجتمع، وإن شاء الله يا ربي دائما نجاح وقمة. من ناحية القيارة جنوبي الموصل، محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.